بزاف منكم اللي سقساونا على ابارتمون قريبة للبحر في السونتري فيل قدام كامل لي كوموديتي وبسومة معقولة. هذا واش جبنا لكم اليوم، تبعوا معنا. السلام عليكم احبابنا احباب الوكيل ايموبيلي متابعينا الاوفياء وين ما كنتم، نرحب بكم اليوم من ولاية تحبوها بزاف وجبنا لكم فيها عقارات بزاف. اليوم رانا في وسط ولاية بومرداس، بالتحديد من امام اقامة روشينوار حي عين عبد الله. جبنا لكم شقة في الطابق الخامس افيكا سونسور بمساحة تاع 97 متر مربع بواجهتين، بعقد ملكية ودفتر عقاري. الحي اللي رانا فيه يتوسط جميع المرافق، يعني ما راح يخصك والو. هنا راك في قلب بومرداس وزيد قريب للبحر اللي تقدر تروح له ابي، والسعر 1,500,000 نيغوسيال. وقبل ما ندخلوا للشقة ونقوموا بالزيارة، كما عودناكم نقربوا لكم الصورة للعقار اللي رانا فيه. رانا في ولاية بومرداس الساحلية، هذه الولاية الجميلة المضيافة اللي من هذا المنبر نقدم التحية لكامل سكانها. ولاية تتميز بشواطئ جميلة، ورانا بالتحديد في وسط بلدية بومرداس كما قلنا، حي عين عبد الله اللي نلقاو فيه مختلف المرافق الضرورية والحيوية بمختلف أنواعها، المؤسسات الإدارية والتربوية، المحلات التجارية، المساجد. يعني هنا راح تعيش انت وعائلتك وما راح يخصك والو بإذن الله. بالإضافة لهذا كامل، أرانا على بعد 1 كيلومتر كأقصى تقدير على البحر اللي تقدر تروح له أبي، وكلنا نعرفه جمال شواطئ بومرداس والمناطق المجاورة لها. وبدون إطالة جماعة الخير، نبدأ بزيارة الشقة تاع اليوم اللي هو البالي. يا جماعة رانا مع 3 جيران ما شاء الله في الطابق الخامس، وهذه باتيمو هذا هو البالي، نلقاو اسانسير جماعة اللي مباشرة تحطنا عند الباب الرئيسي، هذا هو المدخل الرئيسي. شوفوا كولوار الله يبارك واسع اللي يعطينا لاكسي كامل لي بياس. على لا دروات تاعنا نلقاو لا كويزين اللي راهي بمساحة لاباس بها، مشروحة وضاوية مخدومة ونظيفة. هذا هو، هذه هي لا كويزين جماعة. جماعة الخير، لابارتومون عبارة عن اف كات بمساحة 97 متر مربع بواجهتين، بعقد ملكية ودفتر عقاري، والبري كما قلنا جماعة راهو 1,500,000 نيغوسيابل. هذه لا كويزين اللي عندها اطلالة على الحي تاعنا كما راكو تشوفوا. ومن لا كويزين نروحو ديريكتومون لا بريمير شامبر. شوفوا لي شامبر جماعه ما شاء الله واسعين مشروحين. هذه لا بريمير شامبر، تعطينا إطلالة على الحي تاعنا وعلى لو باركينج جماعة. وباش ما ننسوا جماعة الخير، بلاس دو ستاسيونمون ما يخصكش هنا في الحي اللي راك فيه، يعني تحط السيارة تاعك وكونك هاني بإذن الله. وانفاس لشامبر هذه نلقاو الاستقبال اللي راهو كيف كيف واسع مشروح وضاوي. شوفوا لافيناتر جماعة كيفاش راهي عريضة اللي تسمح بالإضاءة والتهوية باش تدخل بنسبة كبيرة، وهذا ما يخلي الدار ضاوية ومشروحة الله يبارك. حتى الباب شوفوا جماعة كيفاش عريضة. هذا هو لو صالون تاعنا اللي تقدر ديكوريه وتقدر تخدمه وتموضي فيه كيما تحب انت على حسب الذوق تاعك. هنا الواجهة الأخرى، هذه هي لا دوزيام فصاد اللي تعطينا إطلالة على البحر من نرى، ويبان لنا البحر اللي قلنا راهو بعيد بحوالي 1 كيلومتر تقدر تروح له أبي عادي جماعة الخير.
ونذكركم الناس اللي مازال ما راهيش مشتركة عبر قنواتنا وعبر كامل المنصات الوكيل إيموبيلي، اشتركوا في قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك، هكا باش يلحقكم الجديد وتلحقكم كامل العقارات اللي رانا نجيبوها بصفة يومية. ومن تنساوش تدعمونا بالبارتاج والجام، هكذا باش نواصلوا نجيبو لكم عقارات من مختلف الأنواع من جميع الأماكن حسب الرغبة تاعكم وحسب الطلبات تاعكم. من الاستقبال نروحوا لا دوزيام شامبر. ريماركي خاوتنا لي شامبر كيفاش واسعين كيفاش مشروحين، هذه هي لا دوزيام شامبر، راهي بريس كيما لا شامبر الاولى اللي شفناها باطلاله على الحي تاعنا. نذكروا جماعة الخير انه بلاس دو ستاسيونمون ما يخصكش هنايا، كل المرافق بمختلف انواعها راهي قريبة عليك. دابور رانا متوسطين المرافق، وهذا بحكم تواجد الحي تاعنا والشقة في وسط مدينة بومرداس، قلنا قريبة للمؤسسة التربوية من مختلف انواعها، يعني الروضة ديجا راهي في الكارتي تاعنا، عندنا الليسي سيام لي بريمير، المساجد، المؤسسات الادارية، يعني فريمون ما راح يخصك والو في المنطقة اللي راك فيها، راح تسمح لك هذه الشقة انك تعيش بكل اريحية بحكم قلنا اللي كوموديتي اللي راهي بروش ليك واكسيسيبل، يعني اكسيسيبل لمختلف المناطق. هذه هي لا دوزيام شامبر. من لا دوزيام شامبر عندنا هنا لي سانيتير، راهم سيباري دوك نولوا ليهم. عندنا هذه الغرفه التاليه لا تروازيام شامبر اللي راهي في لا فاصاد تاع الصالون، كيف كيف راهي تقريبا بنفس المساحه الغرف كامل، واسعين. الحاجه اللي مليحه في لي شامبر هذو انهم واسعين مشروحين، الإضاءة والتهوية ما راحش تخصك. نذكركم جماعة الخير أنه الشقة تتواجد في حي عين عبد الله، بلدية بومرداس، في ولاية بومرداس، وسط ولاية بومرداس، في الطابق الخامس افيك اسانسور، بواجهتين، بمساحة إجمالية تاع 97 متر مربع بعقد ملكية ودفتر عقاري. ونختموا الزياره تاع اليوم بلي سانيتير، عندنا سال دو ما كيما راكم تشوفوا مخدومه طري بيان، وعندنا تواليت اللي راهي سيباري جماعه الخير. هذه الشقة تاع اليوم جماعة ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، الناس المهتمة ونالت اعجابهم الشقة تاع اليوم تلقاو رقم صاحب الشقة اسفل الفيديو في الوصف وفي التعليقات. نذكركم بالمعلومات العامة حول الشقة، قلنا ان لابارتمون تتواجد في حي عين عبد الله، الريبير تاع اليوم باتيمون تاع روشينوار، في بلدية بومرداس، في وسط بلدية بومرداس، في الطابق الخامس افيك اسانسور، بمساحة تاع 97 متر مربع بواجهتين بعقد ملكية ودفتر عقاري، وبسعر قابل للتفاوض 1,500,000 نيغوسيا بجماعة الخير. والناس اللي حابة تزور المكان وتعرف بالتحديد المكان وين تواجد، انا نخلو لكم لوكاليزاسيون اسفل الفيديو تلقاوها في الوصف جماعة، هكذا باش تكون عندك نظرة شاملة وكاملة حول العقار. ان شاء الله هنكونوا قربنا لكم الصورة مليح وعطينا لكم تفاصيل اكثر. والناس اللي تبحث على معلومات كما قلنا لكم تواصلوا مع صاحب العقار اللي راح يفيدكم اكثر جماعة. هكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله نكونوا خفاف ظراف عليكم، ما بقى لي غير نبقيكم على خير ونقولكم سلام.